مواجهة رجبي 20 سؤال كنا مجهزينه نحن، ولكن هذا الشيء ما صار. هذا الشيء بيأثر يمكن ببعض الأمور، بيأثر على التحقيقات وعلى المعطيات اللي هي عنا نحن، لأنه ما نشبع الملف بالتحقيقات اللازمة وبالمستندات وبالمعطيات. على كل الأحوال صار القرار بتوقيفه وجهيا، هذا الشيء ما بيمنعنا نرجع نقدم مذكرات باللي كل الأشياء اللي عنا، خاصة أنه في جلسة نهار الخميس. ومبروك للشعب اللبناني بتوقيف رجا وجهيا. محمد، في شغلي بس بدنا نلفت النظر لها، يمكن زميلي ما تطرق لها. نحن بالإجراء اللي اتخذ بحقنا كمحامين كمدعين شخصيين متخذين صفة الادعاء الشخصي ومنعنا من حضور جلسة التحقيق، نحن لم نترك الأمر يذهب سدى، سنتقدم باعتراض على هذا الإجراء الذي اتخذ بحق المحامون. ميرسي لكم. شكرا لكم. إذن لارا، كما سمعنا هذه، يمكن القول أن النهار قصر العدل في بعبدا الآن وصل إلى ختامه. توقيف رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتحديد يوم الخميس المقبل موعدا للاستماع للحاكم شخصيا في قضية الإثراء غير المشروع الذي أحالته القاضية غادة عون إلى هنا، إلى قاضي التحقيق الأول في بعبدا القاضي نقولة منصور. لارا. نعم، شكرا لك الزميل محمد فرحات. بناء لطلب مقدم من الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام، أصدرت القاضية غادة عون قرارا قضى بإبلاغ الجمارك وجوب منع نقل وتحويل أموال خارج لبنان لمصارف بيروت، عودة، الاعتماد المصرفي، ماد، SJBL وبلوم. وتأتي هذه الخطوة كتدبير احترازي لمنع هذه المصارف من نقل ما تبقى من أموال المودعين خارج لبنان.